يا الله، إنه يغمض عينيه كالملاك. تعال معي لرؤيته. لا داعي، أنا متيقن أنه نائم لأنني لا أسمع صراخه. ألا تريد مشاهدة رضيعك يا محسن؟ أريد ذلك لكنني جائع. يبدو أنك تحب البيض المقلي. تريدين الصراحة؟ لا أحبه إطلاقا. إذا كنت لا تحبه، فما الذي يدفعك إلى أكله؟ ثلاجتك الفارغة من الطعام. ما الذي أستطيع فعله لك يا محسن؟ طفلك الرضيع يأخذ كل وقتي. ما يثير حفيظتي صاحبي سامر درويش، ما ينفك يحدثني طوال النهار عما حضرت له زوجته من طعام. أنت تريد أن تقول شيئا، تريد أن تنتقدني بصريح العبارة. اسمعي يا يوسف، لقد طفح الكيل وأنا الأوان بأن أقول ما عندي. هي همسة عتاب، ولكن علي بأن أتفوه بما عندي. لقد مر على زواجنا سنة ونصف. بالله عليك أخبريني، كم مرة أعددت لي الطعام؟ أنت زوج أناني، تؤثر نفسك على كل من حولك. أتريدني أن أحضر لك الطعام وأنا حامل؟ حامل؟ ولكنني لا أراك حاملا الآن، لدينا طفل. أتريدني أن أترك الطفل وأهتم بك؟ أبدا، لكنني أود القول بأنني سئمت من البيض والجبن وكافة المعلبات. فما طم إن شاء الله. أعد ما أوصيتك عليه. هذا يتطلب وقتا يا أم محسن. لكن لا تنسى الدجاج الطازج. اتفقنا أن لا تطبخ دجاجا هذا الأسبوع. وجبة الدجاج مع الأرز وجبة لذيذة. أنا لا أحبذها. مع ذلك سأعدها. أهي لعبة تحدي؟ إنما ولدك محسن مغرم بهذه الوجبة ويفضلها على غيرها من الطعام. يا أم محسن، يجب أن تعلمي أن لمحسن زوجة مسؤولة عن طعامه وشرابه. لا أظن ذلك، بل أنا متأكدة أن محسن يجوع في داره. هل حدثك بشيء من هذا؟ اللبيب بالإشارة يفهم، ثم أني ألاحظه كل مرة يأتي لزيارتنا يتوجه إلى باب الثلاجة ويلتهم ما فيها من طعام. هذه حالة طبيعية لإنسان جائع يهفو إلى طعام يجده ماثلا أمام عينيه. ظني ينبئني بغير ذلك. احتفظي بظنك هذا، سآتيك بالدجاج اطمئني. عصام، تستطيع أن تتناول شطائر السبانخ الموجودة في الثلاجة؟ أتستوعبين ما تقولين يا نوال؟ لا يوجد لدينا سوى شطائر السبانخ. إذا كان الأمر كذلك، فما الذي يمنعك من تحضير طعام آخر؟ ابنتك، إنها ابنتك يسرى. يسرى أمست في كنف رجل آخر وفي بيت آخر. عصام، لا تكن أنانيا، لا تؤثر مصلحتك على مصلحة ابنتك. أخبريني، منذ متى يسرى مستقلة عن مساعدتك؟ لا أدري. سنتان مثلا؟ ربما. لم تكن يسرى تجيد الطبخ إلا بضع أكلات تعد على أصابع الكف. دعيها تعتمد على نفسها، عندها ستتعلم الكثير. زوجها يحب الأكل ولا يهمه في الدار سوى الطعام والشراب. من أخبرك بذلك؟ إنها يسرى، مسكينة ابنتي، عالقة بين نارين، زوجها من جهة ومن جهة أخرى طفلها. نوال يا نوال، إياك ومثل هذا الحديث الذي يفرق الأزواج ويخرب البيوت العامرة. عليك بشطائر السبانخ. توقفي يا نوال. اسمعي، ستذهبين إلى دار ابنتك لمساعدتها فقط. نعم فقط، اطمئن،
لا تنسى أن تتناول شطائر السبانخ، إنها موجودة في الثلاجة. مع السلامة. حسنا، لن أنسى. الحمد لله، تصبحين على خير. إلى أين؟ إلى النوم طبعا. هناك أمر أود أن أحدثك به. خير إن شاء الله. المسألة تخص ولدنا محسن. انتهت المشكلة. ألم تحضري له الدجاجة بالأرز؟ من هنا ابتدأت المشكلة. لقد أفاض إلي محسن بما يكنه في صدره. ولدنا يعيش زواجا فاشلا. ماذا تقولين يا ندى؟ يعيش زواجا فاشلا؟ إنه زوج على الهامش. يسرى لا تكن له الحب والاحترام ولا الرعاية. يسرى تفعل ذلك؟ وقد كانت مغرمة به حتى أذنيها، وهو مغرم بها حتى أذنيه. هذا نتاج الحسد والغيرة. حسد؟ أي حسد أنت عليه؟ حسد الآخرين الذين يكيدون ليسرى ومحسن ولا يريدون لهم السعادة. أوه، بدأت بالهذيان. اسمعني جيدا، أنا أعرف يسرى مذ كانت فتاة في بيت والديها. إنها ربة بيت من الطراز الأول، محبة ومطيعة، والآن انتهى كل شيء. انتهى كل شيء؟ ماذا تعنين؟ تصور، على سبيل المثال، هي تمتنع عن تحضير الطعام كيدا له. يا أم محسن، هذه حالة طبيعية لزوجة ترى نفسها أما لأول مرة في حياتها. هذه دلائل على أن يسرى سحرت وانتقلت إلى طور آخر. ندى، لا تعطي الأمور أكبر من أحجامها. السحر يفعل الأعاجيب، أنت لا تعرف ما يدور في الخفاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، لا
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. خيرا لي أن لا أعرف من أن ألهج بما تلهجين به. أين طه؟ إنه نائم. انظري يا أمي، لقد أمست الساعة 9 ولم يأتي محسن بعد. هل حاولت الاتصال به؟ هاتفه مغلق على الدوام. جربت الاتصال بوالده؟ ليس في دار والديه. إذن أين ذهب في مثل هذا الليل؟ لقد تغير محسن يا أمي، إنه يحتج لأتفه الأسباب، يتملقني ويسخر مني، وأنا أعمل ليلا نهارا لأجل طفله ورعايته. الرجال أنانيون بطبعهم. أردد على ما سامعه مثل هذا فيغضب. سيغضب بالطبع لأنك تكشفين عيبه. الليلة الماضية تفجر الخلاف بيننا وكدنا نصل إلى الطلاق. الطلاق؟ ماذا تقولين يا يسرى؟ أحيانا يقف محسن عند رأيه فلا يتزحزح. الطلاق، نعم الطلاق، لأنه طعنني بالصميم. حدثيني، ما المشكلة؟ كل ما في الأمر أنه لم يفصح لي. من تكون وسام؟ وسام؟ أي وسام تعني؟ تلك التي تلفظ بها عندما كان نائما. داعي هذا، الإنسان يمر بأحلام ليس لها أساس في الواقع. كنت أدعوها لو لم يرفض محسن الإجابة ويصر على الصمت. إذن هنا بيت القصيد، دعي الأمر لي. حاولي أنت بذكائك أن تكتشفي ما يحيط بزوجك دون أن يشعر بذلك، ووافيني بكل صغيرة وكبيرة. أيها الجان، أين أنت؟ إني أناديك باسم علقمة وشهربان. أن تظهر للعيان. ها هو. ماذا تعنين؟ الجان وسط النيران. وما شأن الجان بابني محسن وزوجتي يسرى؟ لا تقولوا هكذا، إنهم يسمعون أصواتنا. ولكن أينهم؟ لا أراهم. إنهم في النار. هيا هاتي. ماذا؟ هاتي 100 ريال. ولكن إذا فعلوا 100 قبل قليل. زعفور يريد هكذا، يريد 100 ريال. ومن هو زعفور؟ زعفور إنه الجان الذي في وسط النار، الذي يقلب الظلمة إلى نور. زعفور زعفور زعفور، هيا يقلب الظلمة إلى نور. لقد قبضنا الثمن. عليك أن تؤمن 150 ريالا غدا صباحا. أتشترين جهاز تلفزة جديد؟ من أجل ابنتك. ألا تكون للعالمة التي حدثتني عنها وأفضت الحديث هذا الصباح؟ نعم، إنها امرأة خارقة. تصور، إنها تحادث الجن كما أحادثك أنا الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تخيل أنها ستحول صهرك محسن خاتما في بنصر ابنتك يسرى. وبهذا يكون في بنصرها خاتمين. إياك والسخرية، وإلا فسد السحر. وضع المبلغ الذي دفعته. وكم دفعت لكل هذا؟ 150 ريال، ومثلها ستدفعها غدا إن شاء الله. 300 ريال في جلستين؟ أتراها محاضرة في كلية الطب؟ قلت لك إياك والسخرية، ستفسد الأمر.
أنا لن أدفع مالي جزافا دون أن أرى النتائج. وأنا كذلك، ولكن محضرة الأرواح تلك لا تقبل الدفع إلا سلفا. نعطيها تعهدا خطيا. لا تقبل، لأنها سوف تتقاسم المبلغ مع عفريتين يقومان بخدمتها. تأمين الخدم من العفاريت أمسى أكثر كلفة من تأمين الخدم في البيوت. أخبريني يا نوال، هل من الحكمة أن يكون محسن خاتما في بنصر ابنتك؟ أعلم أنها أنانية، لكن الإنسان منذ نشأته مفطور على الأنانية. ماذا لو أرادت والدة محسن أن تكون ابنتك يسرى خاتما في بنصر ولدها محسن سعادة؟ ماذا ستفعل العفاريت؟ كل ما يهمني أن تنتهي وسام من حياته. من تكون وسام هذه؟ تلك الفتاة المجهولة التي تزاحم ابنتك على قلب محسن. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت متأكدة من هذا الأمر؟ بالطبع، لقد رأيت صورتها في طشت ماء. طشت الماء؟ نعم. وأين كان هذا طشت الماء؟ عند العالمة الروحانية التي أكلمك عنها، لقد أحضرته العفاريت. تصبحين على خير. عليك أن تجهز لي 150 ريال قبل أذان الفجر. تصبحين على خير. لن أصبح على خير قبل أن تؤمن لي 150 ريال. لأنه عصاها. اقتربي مني. اقتربي من هذا، تحاول أن تساعدك. هيا اقتربي مني. ما الذي تحاولين فعله؟ امسكيها جيد. امسكي. إني أحاول أن أطرد جان زعفور. 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 أحسنت يا زعفور، أحسنت يا زعفور. أنت هذه مفتاح سعادتك. ما الذي أتى به زعفور من بيت الجن؟ إنه أتى بالدواء من بيت الجن ويحاول أن يقلب صارفي من أسد إلى عصفور. من أسد إلى عصفور دفعة واحدة. هاجر. اشرب الماء كله. أمي أخبريني، ما الفائدة من كل هذا الماء الذي تجبرينني على شربه؟ اشرب أولا. حاضر. بطني يكاد ينفجر. وجع يزول لكنك سترتاح فيما بعد، صدقني. إلى اللقاء. محسن، إلى أين؟ إلى داري يا أمي. إلى دارك؟ لكنك لم تأكل بعد. أكلت والحمد لله. أين؟ في داري طبعا. في دارك؟ أكلت جبنا أم بيضا مقليا؟ لا يا أمي، أكلت طبقا من الأرز مع الدجاج، التهمته. ومن أعد لك الطبق؟ يسرى. يسرى؟ أأنت متأكد؟ شككت مثلك في بادئ الأمر، لكنني تيقنت عندما رأيت القدرة والأطباق داخل المطبخ. إلى اللقاء يا أمي. وسام، لتذهب للجحيم.
جديد يا ابنتي؟ أبشر. حدثيني عن التفاصيل. هيا. محسن محى وسام من قائمتي. يا له من خبر. حدثيني عن تفاصيل هذا الحدث. هيا. ما رأيك بما سمعته؟ لم أسمع فيما ذكرته كله إلا المبلغ الذي دفعتيه لتلك المحتالة وقدره 200 ريال. لا تظلم المرأة يا وحيد. ثم أن ما فعلت قد أعاد المياه إلى مجاريها بين يسرى ومحسن. عادت المياه إلى مجاريها بفضل الله تعالى. لكن المرأة اجتهدت وفعلت الأعاجيب. عدنا إلى التدجيل والشعوذة لنصنع من صاحبهما أسطورة. هذا وهم يا ندى، وهم. أنت تحاول جاهدا ألا تعترف بالحقيقة. أي حقيقة يا ندى؟ أن ما فعلته تلك المرأة قد أعاد اللحمة إلى زوجين متباعدين. يتراءى لك ذلك، ولكنك إن تمعنت جيدا بالموضوع فستجدين بأن شيئا خفي علينا وأوقعنا في الوهم الذي نحن فيه. لابد أن لديك خبرا سوف تعلنين عنه الآن. سأقول لك. صهرك محسن أصبح خاتما في بنصر ابنتك يسرى، وانتهت وسام من غير رجعة. ها، ما رأيك بهذا الخبر؟ مبروك، أصبح في كف ابنتك خاتمين. كنت تلومني على 300 ريال التي دفعتها للعالمة الروحانية. قل لي الآن، أيهما أفضل، أن تخسر 300 ريال أو خسارة ابنتك؟ لا هذه ولا تلك. لا، بل يجب أن تختار. لا أدري، تريدين الحق. قصة تسخير الجن هذه لم أقتنع بها حتى الآن. أما رأيك أن تقرأ كتابك؟ أفضل. ما أود قوله أن سوءا من الفهم قد حدث. لم تكن في حياتي فتاة اسمها وسام. ومن تكون وسام التي دونتها في دفترك الخاص؟ ليست فتاة بالقرب، بل هو زميلي في العمل. وسام هذا اقترض مني مبلغا منذ شهرين ولم يوفي الدين إلا منذ يومين فقط، ولهذا ما حوته من دفتر. هذه واحدة، فما هي الثانية؟ أعترف أيضا أن طبق الأرز لم يكن من أعدائي. من الذي أعده لك؟ أمي. لكنني وضعت فيه قليلا من هذا الملح. وما الفائدة من هذا الملح؟ أنا أحدثك بفوائده، فقد دفعت ثمنه من جيبي. فوائد هذا الملح: يضع ولدك محسن خاتما في بنصر ابنتي يسرى. أعترف، لقد حاولت أن أجعل من يسرى خاتما في بنصر محسن ولدي، وذهبت إلى العرافة فأعطتني قنينة ماء ب200 ريال. كي نصل إلى ما نحن فيه ونتيقن من أن مثل هؤلاء الذين يدعون السحر والتنجيم والعلم بالغيب ما هم إلا مجموعة من المشعوذين الذين يكذبون على الناس ويستغلون البعض ويحبطون البعض الآخر، فيبتزون أموالهم من خلال التدجيل والألاعيب التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل والتي حذرنا الله منها بقوله بسم الله الرحمن الرحيم:
ومن شر النفاثات في العقد. أولئك الذين يعذبون الآخرين بشرورهم ويسلبون منهم أموالهم. أما أنتما فلا مشكلة لديكما سوى أن الواحد منكما لا يؤدي واجباته تجاه الآخر ولا يعترف بحقوق شريكه عليه. أما أنت يا ابنتي فلتعلمي أن لزوجك عليك حقا في الرعاية والمودة. صحيح أنك تعيشين مرحلة أمومتك الأولى، لكن ذلك لا يعني أن يشكل رضيعك كل شيء فتهملي زوجك. وأنت عليك أن لا تهرب من المشكلة التي تواجهك في دارك، وأن تؤمن أن لك شريكة في هذه الدار. عليك نقاشها في تقصيرها نقاشا إيجابيا يدعو إلى اللحمة وليس إلى الفرقة. كلام سليم. أما بالنسبة إلي أريد استرجاع ما دفعته. وليكن ما دفعته ثمنا للحقيقة التي يجب أن يعرفها الجميع، من أن ما يقوم به هؤلاء المنجمون والسحرة مجرد كذب وافتراء واستغلال لمصائب الناس وأحزانهم. Thank you.